بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تشابتر 3 في محاضرة المايكرو، أو تشابتر 4 في محاضرة المايكرو، بيحكي عن الكنترول اوف مايكروبال جروث. الآن أظن بشمل محاضرتين اللي هم السابعة والثامنة، لكن إحنا بدنا ندرس كتشابتر كامل. عن إيش بيحكي هذا الكلام؟ إحنا في التشابتر الماضي، يعني إحنا لو بدنا نرجع في البداية، حكينا بشكل عام شو البكتيريا، شو التركيب تبع البكتيريا. فتنا على التشابتر 2، مقارنات ما بين عندك البروكاريوت واليوكاريوت، الصفات العامة للبكتيريا، المحتويات الداخلية للبكتيريا. بعدين فتنا على الميكروبال جروث. طيب كيف تنمو البكتيريا؟ شو العوامل المؤثرة في نمو البكتيريا؟ كيف ممكن احنا ننمي البكتيريا عنا؟ بنجيب بارتيدش، بنجيب اجار، بنجيب ما نعرف ايش، الحاضنات، الفترات اللي بتنمو فيها البكتيريا. الان هسه بدنا نشوف الكنترول تبع النمو، يعني شفنا البكتيريا كيف تنمو، الفصائل، وكيف الاليات تبعت عزل الكولونيز تبعت البكتيريا. الان انا بدي ايش؟ بدي احصل على الكنترول تبع البكتيريا، كيف ممكن احارب البكتيريا؟ كيف ممكن اوقف النمو تبع البكتيريا؟ راح نشوفه بهاي المحاضرة ان شاء الله تعالى. اول شيء لازم اول سلايد تحكي عن بعض الترمينولوجي ممكن تمر معنا خلال المحاضره، فاذا مرت معنا على اساس نكون ماخذينها قبل. بسم الله. السبسس هو عباره عن باثوجينيك مايكروبس، تمام؟ هي مايكروبس بتصيب الليفينج تيشوز، بتسبب زي الاخماج او الخمج، تمام؟ اور اسوشيتد فلويدز. اذا هو عباره عن باثوجينيك مايكروبس، ميكروبات ممرضه بتصيب الليفينج تيشوز بتسبب اخماج. الاي سبسس عكس، ما في absence of significant contamination، ما في عندك اشي واضح من contamination، من التلوث او من الخمج هذا. طيب هل يعني هذا الكلام انه ما في عندي مايكرو اورجانيزمز تماما وهو sterilized يعني معقم؟ لا، الاسبسس بتحتوي على مايكرو اورجانيزمز لكن كميات صغيره وغير واضحه، تمام. absence of significant contamination. الاسبتيك سيرجري تكنيكس هو عباره عن تقنيات اللي بتمنع من المايكروبال كونتامينيشن اوف وونز. طيب المنطقه اللي فيها خلينا نحكي ممكن تعقم غرفة اللي بصير فيها جراحة، القسطرة، ممكن الوونز، ممكن خيوط الجراحة، هاي كلها الأمور بدها تعقيم، تمام؟ فأي تقنية بيتم التعقيم فيهم وتخفيض الميكروبات أو المنع من الميكروبال كونتامينيشن بنسميه أسيبتيك سيرجري تكنيكس. طيب أنتي مايكروبال كيميكالز، هسه هاي ديستروي باثوجينز بت نو اتشيف ستيرلايزيشن، بتقلل من نمو البكتيريا، تمام؟ بتقلل من نمو البكتيريا، بتوقف الميتابوليك، لكن مش انه تعمل ستيرلايزيشن، برضه ما وصلت لمرحله انه تعمل تعقيم 100%. طيب ديسنفكتنت والانتيسيبتيك هذول التنتين عباره عن معقمات، عباره عن معقمات، لكن شو الفرق؟ الديسنفكتنت بنتعامل مع اوبجكتس، مثلا في عندك بنشز، تمام؟ مع هاي الاشياء بنتعامل، ما بنتعامل مع ليفينج تيشوز. بتقلل اعداد الفايبل مايكرو اورجانيزمز وبتقضي عليها، بتقتلها. الانتيسيبتيك بنستخدمها للليفينج تيشوز، معقم للليفينج تيشوز، بيدمر وبيعمل تثبيط للجروث تبع المايكرو اورجانيزمز، تمام؟ فالتنتين مطهرات، تنتين معقمات، لكن هاي للاوبجكتس، هاي للليفينج تيشوز. نوزوكومال انفكشن اللي هو عبارة عن hospital acquired infection، أي infection بيصيبك بسبب وجودك في المستشفى، لأنه أنت لما بتتواجد في 100,000 مريض عندك في المستشفى، واحد مريض مثلا مرض معين بسبب البكتيريا مثلا مصاب فيها أو بسبب المرض المصاب فيه، صار في infection معين للأدوات، للتخت، للهواء، فهاي الانفكشن بتنتقل من شخص الى اخر، بنسميها النوزوكومال انفكشنز، الانفكشنز الاكوايرد باي هيز هوسبيتالز، هوسبيتال اكوايرد انفكشن، سبب المستشفيات، انفايرومنت تبعها، الستاف تبع الهيلث كير، اوكي؟ sterilization اللي هي مرحلة التعقيم 100%، بحكي لك surface or product free of viable organisms، لا عندك منيح لا مش منيح، لا ممرض لا مش ممرض، ولا اشي من المايكرو اورجانيزمز موجود عندي، تمام؟ طيب عندك البايوسايد، شو قصة البايوسايد؟ البايوسايد هو يا كيميكال يا فيزيكال ايجنت، تمام؟ هو برود سبيكترم، منتشر، ذات ان اكتيفيتس او كيلز مايكرو اورجانيزمز. اذا هو عبارة عن يا مادة كيميائية يا مادة فيزيائية تعمل على قتل المايكرو اورجانيزمز. طيب اذا بدك تحكي لنا كيميكال بايوسايدز، بايوسايدز اللي مبيدات البيولوجية ترجمتها، الكيميكال بايوسايدز، تمام؟ اعطيني امثله عليها، الهيدروجين بيروكسايدز، الالكوهول، البليتش، السايكلوهيكساميد، فينولز، هاي راح ناخذها من العوامل الكيميائيه، راح تتصنف المحاضره لقسمين، عوامل فيزيائيه بتسيطر على نمو البكتيريا، عوامل كيميائيه بتسيطر على نمو البكتيريا. فالكيميكال بايوسايدز راح تمر معنا، بس عشان نعرف اذا ذكرنا كيميكال بايوسايد نعرف شو معناها، معناها انه هي ماده كيميائيه او فيزيائيه
بتعمل علاقات للبكتيريا. طب مثال هدول الامثله هون، فيزيكال هيت والراديشن. فممكن انا اعمل تفصيل، تمام، اعمل تفصيل للبيوسايت انه للماده الكيميائيه بس اللي بتقتل الفنجاي، بسميها فنجاسايت، بس اللي بتقتل السبورز، سبوروسايت، جيرماسايت. فاذا بدي اخصص معين شيء معين في البيوسايت، يعني ماده كيميائيه بس لهذا الشيء، بنحط اسمها وبنحط السايت. طيب في عندك اللي هي سانتيزيشن، سانتيزيشن شو معناته هذا الكلام؟ اللي هو بنقلل الميكروبس في السيف ليفلز، اللي هي المستويات اللي بتكون فيها امنه للايتنج، مثلا لادوات الطعام. كيف يعني؟ انه بيحتوي على مايكروبس، مش فل 100% الميكروب راحت، لكن الجسم بيقدر يقضي عليها وبيقدر يتعامل معها، بنسميها سانتيزيشن. اوكي، عندك البكتيريوستاتيك والبكتيريوسايدال. البكتيريوستاتيك اني اقضي على تكاثر البكتيريا، بكتيريا ريبرودكشن، يعني عندي مجموعه من البكتيريا ما بقضي عليهم لكن بقضي على نموهم، ما بتكاثر، عندي 100 بضلوا 100 اذا بستخدم البيوستاتيك. البيوسايدال بتقضي على البكتيريا، بتعمل كل البكتيريا، مصطلحين مهمات. البريزرفيشن اللي هي اقرب للمواد الحافظه، اللي هي بتمنع من المالتيبليكيشن المايكرو اورجانيزمز فورمد برودكتس انكلودينج فارماسيوتيكالز فود، الاطعمه، الفارماسيوتيكالز، البرودكت، تمام، المصنعه، هاي كلها بيتم حفظها في هاي المواد. الانتي بايوتكس اللي هو المضادات الحيويه بيتم تصنيعها او ممكن تكون طبيعيا، بتعمل على ديستروي والهابت للبكتيريا جنرالي ات لو كونسنتريشن. خلصنا من المصطلحات. لو نعمل مراجعة سريعة، الاسترلايزيشن هو ريموفال 100% لكل الأشكال سواء مايكروبال أو انتسبورز. في عندك إشي اسمه الكوميرشال استرلايزيشن. شو الكوميرشال استرلايزيشن؟ شو ممكن يكون إشي صناعي؟ هذا بستخدمه لقتل الاندسبورز تبعت الكلاس دورام بوتولينيوم، تمام، هذا النوع من البكتيريا في عنده اندسبورز بقتلها، تمام. هاي للكانت فود، للأطعمة المعلبة. إذا لما يسألك الكانت فود شو نوع الاسترلايزيشن اللي بستخدمه، اللي هو الكوميرشال استرلايزيشن، بتقضي على الاندوسبورز تبعت الكلوستيدويا بوتولينيوم، أوكي، في الكانت فود. طيب شو يعني ديسنفكشن والانتيسبسز اللي هم التنتين هذول معقمات، لكن هاي لا اللهم صل على سيدنا محمد، لا اوبجكتس، هاي لا ليفنج تيشوز، هاي فيجيتاتيف باثوجينز، هاي فيجيتاتيف باثوجينز اون ليفنج تيشوز. في عندك شيء اسمه دي جيرمينج، هاي موضعيه، تمام، انا مثلا في عندي انجكشن سايت بس حواليها بعمل تعقيم. وفي عندك اللي هي سانتيزيشن، حكينا تريتمنت مايكروبال في الحد المسموح فيه واللي بقدر اتعامل معاه كجسم انسان. Action of microbial control agent، الأسلحة. شو يعني؟ هاي بسميها الأسلحة. أنا إذا بدي أقضي على بكتيريا لازم أستخدم واحد من هدول العوامل. إيش أستخدم؟ أول شيء بدمر السيل ممبرين أو السيل وول، لازم أدمر السيل ممبرين أو السيل وول، يا أما بعمل تثبيط للإنزيم الشغال في السيل وول، يا أما بعمل synthesis or تمام أوكي building block بسكرها، مثل البنسلين. بنسلين انترفير وذ ترانس بيبتايديز، البنسلين بيشتغل على شيء اسمه ترانس بيبتايديز انزيم، هو عباره عن انزيم بيعمل على تنظيم النامولاج اللي هي وحدتين في البيبتيدوغلايكان، فبيدمره، فما في ترتيب، فما في بيبتيدوغلايكان، فهيك منع من ترتيب طبقات البيبتيدوغلايكان وعمل على القضاء على السيل وول تبع البكتيريا، تمام. فاول سلاح بقدر استخدمه في القضاء على البكتيريا اقضي على السيل ممبرين او اقضي على السيل وول، مثل اني اقضي على الانزيم الداخل في تركيبه مثل البنسلين للترانس بيبتايديز. يا اما السلاح الثاني بروح على البروتينات، بعمل ديناتشوريشن للتيرشري برودكت، تمام، للتيرشري ستراكشر. يا اما بروح بدمر النيوكليك اسيد. كيف يعني؟ يعني بروح بدمر الدي ان اي. في عندي عده طرق، ممكن انكلودنج ايونايزنج راديشن، تمام، اروح اسلط شعاع يعمل لي تأين لجزيئات الماء الموجوده في داخل هاي الخليه، وجزيئات الماء اللي صار لها راديكلز، تمام، اللي سوبر اوكسيد، بتروح على الدي ان اي وبتدمرها. او الترا فايوليت اللي هو بروح مباشره على الدي ان اي وبربط الثيامين، بعمل ثيامين دايمرز وبمنع التضاعف تبعتها. اوكي، هاي ثلاث اسلحه. في عندي السلاحين هدول distribution of free sulfhydryl groups. الآن أنا في الداخل هاي البكتيريا في انزيمز أو coenzymes بتحتوي على cysteine، هاي cysteine بتحتوي على sulfhydryl groups،
في عندي SH اللي هو سلفهايدرال جروبس، تمام؟ هاي السلفهايدرال لها شرطين، لازم تكون لها شرطين، احفظوا معي، لازم يكون لها شرطين، لازم تكون reduced يعني مختزله، يعني SH يعني من الاتش ما طلعت منها، ولازم تكون فري، ما في اي ميتلز مرتبطه فيها. راح نشوف قدام انه من العوامل اللي بتسبب قتل البكتيريا انه امسك هذا السلاح، احكي سلفهايدرال جروب مهمه لك صح، اروح اجيب ميتال يرتبط مع سلفهايدرال جروب تبطل فري، فهيك انا اثرت على البكتيريا وقتلتها. فالاكسيدايزنج ايجنت اي عامل باكسد او اي هيفي ميتال بروح برتبط مع سلفهايدرال جروب بتسلم على الحبايب البكتيريا. طيب اخر عامل اللي هو الكيميكال انتاغونيزم اللي هو المثبطات. كيف يعني اجيب كيميكال ايجنت؟ هذا الكيميكال ايجنت يعمل نورمال رياكشن بتوين سبيسيفيك انزايم، بسميها كيميكال انتاغونيزم، برتبط مع محل معين في الهولو انزايم. الهولو انزايم وفي عندنا الابو انزيم وفي عندنا الكو انزيم. الان الكو انزيم هو الانهبيت فورم من الانزيم، تمام؟ او عفوا ايش اللي عندنا؟ الابو انزيم. الابو انزيم هو الاشي الان اكتف من الانزيم. الكو انزيم هو الاشي اللي راح يرتبط، نسميه كو فاكتور او كو انزيم، هو الاشي اللي راح يرتبط مع الانزيم، وكله على بعضه الكو انزيم مع الابو انزيم نسميه هولو انزيم، تمام؟ فالانتاغونيست بيثبط يا هولو انزيم يا ابو انزيم يا اما الكو انزيم. ثيرابي بريفنتنج اتاتشمنت تو ذا نورمال سبستريت، يعني بالعربي اروح على بعض الانزيمات، يا الانزيم نفسه كامل يا اما الكو انزيم يا اما ابو انزيم، اعمل له اغونيست. اوكي، هذول الخمس عوامل بتمثل اسلحه للقضاء على البكتيريا. اذا بدك تقضي على البكتيريا بتجيب ميثودز تمسك سلاح من هذول الاسلحه. كربون مونوكسيد اند سيانيد كومبايند وذ ايون، تمام. هسه انا في عندي الهيم، انزيمات بتحتوي على الهيم، هاي الهيم في حديد. الان في عندك الكربون مونوكسيد وفي عندك السيانيد، اذا انت وديتهم راح يرتبطوا مع الحديد اللي في الهيم ويمنعوا الفانكشن تبعت الريسبيريشن وبتموت البكتيريا، تمام. الان في عندي ايش اسمه الانتي بايوتيك ريزيستنس. اوكي، كيف ممكن البكتيريا تقاوم الانتي بايوتيك اللي ممكن اعطيها اياه؟ هاي مضاد حيوي يا اخي، بتعتمد على بعض عوامل البكتيريا، مثلا بتروح دمرت للبروتين، هذا الانتي بايوتيك بدمر للبروتين، ليش مش راضي يشتغل؟ مو راضي يشتغل، ليش ليش ليش؟ في عندي شيء اسمه انتي بايوتيك ريزيستنس، هو جين في داخل البكتيريا مسؤول عن مقاومه المرض في واحد من هذول الميكانيزمز. يا اما بتروح انزيماتيك ديستركشن اوف دراج، بتدمر الدواء اللي جايها، يا اما بتعمل بريفنشن اوف بنتريشن اوف دراج، بتمنع اصلا الانتي بايوتيك انه يدخل. التريشن اوف دراجز تارجت سايتس، بتمنع اول شيء التارجت سايت، الشيء اللي راح يرتبط مع الانتي بايوتيك بتغير شكله، تمام؟ زي القفل والمفتاح، بتغير القفل، بتبطل القادر الانتي بايوتيك يرتبط للشيء اللي راح ياثر عليه في داخل البكتيريا. رابيد ايجكشن اوف دراج، يعني الدراج بفوت منهم بتطلعوا على السريع من هون. هذول ميكانيزمز تستخدمهم الانتي بايوتيك للدفاع عن نفسها والتطوير من نفسها. هو الريزيستنس هو عباره عن جين، هذا الجين بنتقل من بكتيريا لبكتيريا عن طريق البلازميد والترانسبوسنز، هم قطع من الدي ان اي بيتم نقل من بكتيريا لبكتيريا، تمام؟ عشان هيك بتتطور البكتيريا وبصير عندها هاي المقاومه. الان بنلاحظ بهاي الرسمه الاربع نقاط اللي حكيناهم. اول شيء عندك البلوكينج انتري، ممنوع تفوت الانتي بايوتيك اصلا. التر التارجت مولكيول، الشيء اللي راح يرتبط مع الانتي بايوتيك بيغير شكله. عندك التريشن، وفي عندك ان اكتيفيتنج انزيم، اروح العب في الانتي بايوتيك واغيره اخليه ان اكتيف. اخر شيء اللي هو الايفلكس اوف انتي بايوتيك، يفوت من هون اعمل له رابيد ايجكشن، اطلعه من هون على السريع. الان the disk diffusion method antibiotic susceptibility test، شو قصة هذا الموضوع؟ احنا قبل شوي حكينا بعض المصطلحات، بعدين حكينا عن الاسلحة اللي بامكاننا فيهم ندمر البكتيريا، بعدين حكينا عن مين، حكينا عن كيف الانتيبايوتيك ريزيستنس بتكون للبكتيريا. الان هاي الطريقة اللي هي disk diffusion method بدي استخدمها حتى اكشف عن قدرة الانتيبايوتيك، كيف تأثير وفعالية الانتيبايوتيك هذا على هذا النوع من البكتيريا، اوكي؟ تمام، حتى ممكن نسميها كيربي باور تيست، تمام؟ كيربي باور تيست هي نفس الديسك ديفيوجن ميثود، تمام؟ انا بفحص فيها قديش ايفالويت ذا افيشنسي اوف كيميكال ايجنت، تمام؟ قديش فعاليه هذا الماده الكيميائيه وهذا الانتي بايوتيك لهذا النوع من البكتيريا، طبعا في المختبرات.
disk filter paper associated with a chemical and placed on agar blade that been previously included and incubated with test organisms after incubation. شوف اول اشي بتم زراعة البكتيريا، يعني اول اشي حتى من البداية بعمل على نمو البكتيريا حسب الشابتر الماضي، بعمل اشياء بتنمي لي البكتيريا، بعدين بستخلص كولوني، مش انه بنعمل انكلودد انكيوليتد، انه بنجيب مثلا عندنا عود من حديد او عود من راسه من قطن، بنحطه في العينة تبعت البكتيريا وبنعمل سوابينج وين على سطح او بليت في اجار. فانا بزرع بكتيريا فعليا، اول اشي بزرع كولونيز، بعدين باخذ كولوني واحدة تمام بعد ما ازرعها على هذا البليت، وبحط عليها المادة الكيميائية، بحط عليها المادة الكيميائية وبختبر التأثير تبعها. طيب كيف التأثير؟ على شكل ايش راح يكون التأثير؟ If the chemical is effective، اذا كان الكيميكال فعال على البكتيريا المزروعة على الاجار في البليت، clear zone representing inhibition of growth can be seen around the disk. راح تبين معي ايش اسمه الانهبيشن زون. الانهبيشن زون شو يعني هذا الكلام؟ يعني انه المادة الكيميائية راح تعمل لي اول شيء تقتل البكتيريا اللي حواليها، وبالتالي راح تبلش عندي زون كلير، فاضيه او زون مبينه، بتبلش البكتيريا او الماده اللي حواليها تبتعد شوي شوي، بتبين زي انهبيشن زون. يعني قديش تاثير الماده الكيميائيه بيكون على قد الدياميتر اللي راح تتوسع في الانهبيشن زون، راح تتوسع اكثر فاكثر كل ما كان الكيميكال ايجنت قوي. شو بسميها المنطقة انهبيشن زون؟ طب على ايش بتدل؟ كل ما كبرت بتدل على انه الكيميكال از مور افكتيف. اوكي، هاي هي الطريقة اللي بامكاني افحص فيها انه هل هذا الانتيبيوتيك فعال لهي البكتيريا. اجار ديسك ديفيوجن ميثود، يعني هسه ديسك ديفيوجن ميثود، لكن انا بدي استخدم الاجار كوسط لنمو البكتيريا. ديترمين سسبتيبيليتي اوف ان اورجانيزم تو ا سيريز اوف انتيبيوتكس، بنسميها كيربي باور تيست. اوكي، حتى اقيس مدى حساسية هاي الاورجانيزمز وقابليتها للانتيبيوتكس. مثلا هاي بجيب عندي طبق من الاجار، بزرع عليه بكتيريا زي ما اتفقنا، بنحط الانوكيوليتد اللي هو العود من الحديد، او بغض النظر بنعمل سوابينج 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 هيك حتى اطلع كولونيز. بعدين هاي البكتيريا بنحط بنزرع عليها، طبعا بنحدد في عنا في بعض الامور انه بنحط خط بالطول خط بالعرض، بنعمل اربع اقسام، بعدين بنحط اقراص الانتيبيوتيك، بنشوف كل ما هاي الزون بنسميها انهابيشن زون، كل ما كبرت هاي الزون معناها انا الانتيبيوتيك مور افكتيف ذان عن الثاني، يعني الانتيبيوتيك الثاني احتمال انا اجيبه على الاجار ما يكون له نفس التاثير. فمثلا هنا البكتيريا اللي هون لها ريزيستنس لهذا النوع من الانتيبيوتيك، هون ريزيستنس لكن خفيفة، تمام، ريزيستنس قوية لكن بحكي لك مقدار الانهبيشن خفيف، هون مقدار الانهبيشن منيح، هون منيح، هون أخف. فكل ما قلت الزون، كل ما صغرت الزون، كل ما كان تأثير الانتيبيوتيك على البكتيريا أخف. الآن خلصنا الريزيستنس، خلصنا الطريقة اللي بإمكاننا نكتشف فيها مقدار الريزيستنس تبع الانتيبيوتيك، لأنه إشي خطير أعطي انتيبيوتيك بشكل عشوائي لمريض، لأنه احتمال تقتل البكتيريا ما لها علاقة هي أولا، ثانيا احتمال تعطي إيش؟ تعطي ريزيستنس لهي البكتيريا. إذا أنت مثلا بتلاحظ على طبيب بيحكي لك أنت إذا أخذت انتيبيوتيك كمله للأخير، لأنه إذا أنت أخذت وحسيت حالك متعافي البكتيريا رح تظهر من جديد معاها ريزيستنس للانتيبيوتيك، رح يبطل يأثر. الآن المحاضرة مقسمة لقسمين، فيزيكال ميثود وكيميكال ميثود، بإمكاني أسيطر فيها على هاي البكتيريا وهاي الجروث. نبلش في الفيزيكال. الآن أول عامل في الفيزيكال اللي هو الهيت، أول عامل اللي هو الهيت، تمام؟ ليش؟ لأنه هو very effective fast cheap. ليش هاي الطريقة منتشرة؟ لأنه very effective وفاست وتشيب وهاي الأمور. الآن أنا في عندي two types من الهيت، راح أحكي تقنيات على كل واحدة منهم. في عندك المويست هيت والدراي هيت. طيب الان انا في عندي بعض المصطلحات لازم تكون عندي، اللي هي تي دي بي ثيرمال ديث بوينت. شو يعني؟ اجيب لك 10 دقائق كوقت، اثبت لك الوقت، اجيب لك 10 دقائق وقت، اقول لك قديش اقل درجه حراره لازمه لحتى تشوي لي كل البكتيريا وتحرق لي كل البكتيريا وتموت لي كل البكتيريا. معك 10 دقائق، زود بالحرارة، زود 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 زود، قديش أقل درجة حرارة ممكنة إمكانها إنها تحرق لي هاي البكتيريا وتقتل لي إياها ب10 دقائق. إذا الثيرمال ديث بوينت أنا ثبتت الوقت وطلبت منك الدرجة. طيب تي دي تي اللي هو ثيرمال ديث تايم،
انا جاي لك في هاي درجة الحرارة معينة قديش الوقت اللازم حتى تقتل البكتيريا. مثلا جبت لك 50 سلسيوس، قلت لك قديش الوقت اللازم تايم حتى اقتل البكتيريا. طيب الدي ار تي اللي هو الديسيمال ريديوكيشن تايم، انا معطيك درجة حرارة وطالب منك التايم في المينت، مش حتى تقتل 100% حتى تقتل 90% من البوبوليوشن. اذا اعطيك تايم معين اقول لك بدي الوقت اللازم حتى احرقهم كلهم دي دي تي ثيرمال ديث تايم. طيب بدي بالوقت بالمينتس اولا، ثانيا بدي 90% منها مقتولة ديسيمال ريديكيشن تايم دي ار تي. طيب اعطيتك 10 دقائق، بدي الحرارة اقل حرارة ممكن لازم لحرق البكتيريا اللي هو الثيرمال ديث بوينت. بس هدول المصطلحات لازم يكونوا عندنا. احنا بلشنا في شيء اسمه الفيزيكال ميثودز اوف مايكروبال كنترول، في عندنا كيميكال في عندنا فيزيكال. بلشنا في الفيزيكال، اول عامل اللي هو الهيت. طب ليش الهيت؟ لانه فاست وتشيب وفي عندك افكتيف اله. في عندنا نوعين، في عندنا مويست وفي عندنا دراي هيت. مويست هيت نبلش في المويست هيت بعدين نروح على الهوت على الدراي هيت. طيب المويست هيت اللي هو تمبريتشر اوف 100% سيلسيوس، يعني بويلينج، ويل كيل بكتيريا فيروسز فانجاي سبورز but not spore forms of bacteria within 10 minutes in laboratory scale culture. طيب بحكي لك درجة الحرارة الغليان اصلا هي قابلة انها تقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات. تمام، هسه spores forms of bacteria within 10 minutes in laboratory، يعني مش لدرجة انه توصل للسبورز العادية في 10 دقائق في المختبر، لكن بشكل عام بشكل عام درجة الغليان قادرة انها تقتل البكتيريا الفيروسات الفنجاي. لذلك ايش بدي يبرهن لك في هاي الفقرة؟ بدي احكي لك ان الحرارة بتجيب نتيجة، ان الحرارة لها تأثير نعم في قتل البكتيريا والفيروسات والفنجاي. تمام، فالمويست هيت في عندنا اكثر من طريقة راح نشوفهم في الجدول، لكن بشكل عام في عندنا طريقة الاوتوكلاف. اوتوكلاف اللي هو بتجيب درجة حرارة 121 بريشر 15 والمينت 15 دقيقة، هاي راح تقتل السبورز. تمام، انا المويست هيت ليش افكتيف؟ هي مور افكتيف ذان دراي هيت. ليش؟ لانه بتستخدم الستيم اندر ذا بريشر. تمام، البخار اندر ذا بريشر، ستيم اندر ذا بريشر، وهي طريقه مور افكتيف مور ديبندبل اكثر معتمده. تمام اوكي، هاي بنعتمدها اكثر من الدراي هيت. both because bacteria are more quickly killed within moist heat are used. اوكي، البكتيريا تحت المويست هيت بتنقتل بشكل اكبر. and because steam provides means of distributing heat all parts of sterilizing vessels. الستيم بيوفر مساحة انتشار أكثر. تمام، من الدراي هيت، دراي هيت راح تلاقيه مسلط على مكان معين، فأنا لازم أرفع درجة الحرارة جدا بشكل كبير حتى تحرق لي حرق العينة. بينما من الستيم درجة حرارة 121 خلاص كافية، ممكن أنها تنتشر عادي بشكل طبيعي. هذا تحت جهاز اسمه الأوتوكلاف، ستيم أندر بريشر و most dependable sterilization method. لو يجينا سؤال one of the following is most dependable sterilization method، أكثر طريقة بنستخدمها للتعقيم وبنعتمد عليها هي الأوتوكلاف، يعني ظروفها مقدور عليها كضغط كحرارة كوقت، مقدور عليها إن نوفرها في أي مختبر. أوكي، طيب شو الموضوع أو شو السلاح اللي راح تمسكه او شو الطريقه؟ يعني انا في عندي في المويست هيت بتعتمد الستيم اندر بريشر. اوكي، ستيم اندر بريشر. الان راح نشوف في اخر سلايد معانا انه البرايونز هي الموست ريزيستنت. تمام، هي اكثر مقاومه على الاطلاق. لازم نجيب لها حراره 134 في محلول ان او اتش قاعدي قوي من 4 ل 5 ساعات، راح نلاقي انه البرايونز هي الموست ريزيستنت. اوكي، infection infectious protein. طيب most heat kill microorganism by denaturation of protein. يعني انا لو بدي اسالك سؤال، بحكي لك سواء الدراي هيت او سواء المويست هيت، شو السلاح اللي بده يمسكوه في قتل البكتيريا؟ مالك شيء، يعني شو السلاح؟ احنا اخذنا خمس اسلحه من خلالها بتقدر تدمر البكتيريا. الان حتى توصل لهي الخمس اسلحه، يا اما بدك فيزيكال فاكتورز يا اما بدك كيميكال فاكتورز. احنا بلشنا بالفيزيكال فاكتورز واحده واحده ونشوف اي سلاح بدهم يمسكوه. مسكنا اول شيء، اول فاكتور في الفيزيكال اللي هو الهيت. حكينا الهيت ايش بيمسك؟ بيمسك الدي ناتشوريشن للبروتين. كيف يدمر البكتيريا الهيت؟ عن طريق انه يدمر البروتينات، break down H bonds that hold three dimensional structures. هاي الروابط الهيدروجينية اللي بتعمل لي tertiary structure بحطمها. هاي هي الموست هيت. خلينا نحكي اول فرع من اول فاكتور في الفيزيكال، بنستخدم جهاز اسمه الاوتوكلاف.
For sterilizing material that must remain dry, circulating hot air electric ovens are available. هسا انا اذا بدي نفس الماتيريال اللي تضل دراي بعمل circulating في افران حارة بمرر هواء حار. اوكي فبهاي الطريقة انا شو سويت؟ بهاي الطريقة انا زدت درجات الحرارة بشكل كثير كبير في فترة قصيرة من الزمن. اذا انا في عندي طريقة الاوتوكلاف تمام اللي هي 121 سلسيوس و15 ضغط في 15 منت بامكانها تقتل السبورز والبكتيريا وهاي الامور متوفرة انا ضمن المويست هيت. الان انا في عندي اذا بدي احافظ على العينة دراي ناشفة ايش ممكن اسوي؟ ممكن امرر هواء حار كثير هوت اير في الكتريك اوفنز في افران بشكل هيك دوري اعمل انبوب هيك تعمل سيركوليتنج دورة كاملة من الهوت اير. هيك انا عرضت درجات حرارة كبيرة في اللونج بيريود اوف تايم. الان هيك الهيت ممكن تشتغل لي على كثير شغلات، ممكن تشتغل لي على السيل ممبرين، على السيل بروتين، على النيوكليك اسيد. اوكي فالاوتوكلاف والهوت اير في الالكتريك اوفنز. الان مويست هيت ستيريلايزيشن تمام. انا في عندي السلاح اللي ماسكيته اللي هي دي ناتشوريز بروتين، تدمير البروتينات. الان اسم الجهاز الاوتوكلاف تمام. شو المعتمد؟ معتمد ايش؟ ستيم اندر بريشر وهي الموست ديبندبل ستيريلايزيشن ميثود. نشوف كيف السؤال. وان اوف ذا فولوينج از مثلا تكنيك او ديفايس ذات يوز ستيم اندر بريشر تو كيل بكتيريا نسميه الاوتوكلاف. وان اوف ذا فولوينج از موست ديبندبل ستيريلايزيشن ميثود تمام. طيب او موست هيت ستيريلايزيشن ميك تو بكتيريا ايش بتسوي البكتيريا؟ دي ناتشوريز بروتينز. اوكي الستيم ماست دايركتلي كونتاكت ماتيريال تو بي ستيرلايزد، لازم الستيم تعرض للعينه مباشره. لان الظروف قلنا 121 ونص تقريبا هون سيلسيوس، اذا بدنا نكون اكثر دقه في 15 منت في 15 ضغط، هيك بتقتل المايكرو اورجانيزمز بتعمل ستيرلايزيشن. ستيرلايزيشن معناها تعقيم الا البريونز. البريونات لازمها درجه حراره 134 بين 4 و 5 ساعات في محلول قاعدي قوي. فزي ما نلاحظ بنلاحظ هاي الستيم بنمرره بنعمل توربينات معينه بنمرر البخار ونعرضه للعينه مباشره. طيب الان خلينا نحكي خلصنا اول فاكتور من الفاكتورز تبعت الهيت اللي هو كان عن المويست هيت. الان نحكي عن الباستيرايزيشن. احنا ضمن الهيت لكن خلصنا المويست هيت. الان في الهيت في عندنا كمان باستيرايزيشن. باستيرايزيشن اللي هي البسترة، significant number reduction اللي هو spoilage and pathologic organisms doesn't sterilize. الآن هسا بدي أفهم إنه مفهوم البسترة مش يعني التعقيم 100%. حكينا إنه المويست هيت أو بطريقة الأوتوكلاف تعمل sterilization، بينما بطريقة البسترة ما بصير في عندي sterilize تعقيم 100%. لكن أنت شو اللي قاعد بتسويه؟ أنت قاعد بتقلل لي من أعداد المسببات للأمراض، أنت قاعد بتقلل لي بشكل منيح أعداد المسببات للأمراض. أوكي تمام. هي بتستخدم طريقة المويست هيت. أي تقنية، أي فاكتور، لاحظ معي أنا دخلت في الفاكتورز الفيزيائية. الآن حكينا أول فاكتور الهيت. الآن تحت مصطلح الهيت في عندك عدة مصطلحات، مويست هيت، باسترايزيشن باسترا، بالإضافة إلى مين؟ إلى دراي هيت. الآن في كل مصطلح بدك توضح إيش استعملنا. يعني المويست هيت تمام مبينة، الباسترايزيشن استعملنا المويست هيت، في الدراي هيت ما استعملنا المويست هيت، استعملنا الحرارة الجافة والاحتراق المباشر. ففي الباستيرايزيشن بدنا نفهم تابع على المويست ولا تابع على الدراي ضمن الهيت، لانه الهيت فيها نوعين. لا تابع على المويست هيت ميثود. طيب شو السلاح تبعها؟ بتهجم على البروتين وبتعملها دي ناتشوريشن. يعني تقريبا صفت نفس مبدا المويست هيت العاديه، انه تروح تهاجم البروتينات تعملها دي ناتشوريشن للبروتين باي بريكنج اتش بونز. الان منين جبنا اسم؟ من وين جبنا اسم الباسترا؟ من لويس باستر. لويس باستر من هون لانه كان بده يعمل ديستركشن لتبركلوسيس، كان بده يعمل ديستركشن للتبركلوسيس. اوكي الان في عندي انواع من الباسترا، كلاسيك فلاش والترا هاي تمبريتشر اللي هو يو اتش تي. الكلاسيك باسترايزيشن هي بدرجه حراره تقريبا 63 ل 30 منت، حراره كلاسيك هي الطريقه الكلاسيك وال اللي بنستخدمها. الفلاش باسترايزيشن اللي هي اتش تي هات ست، يعني باختصار هات ست الها فلاش باسترايزيشن،
من 63 بنرفع الحرارة ل 72، لكن نخليها بس ل 15 ثانية. هي الموست كومون ميثود، يعني الطريقة الشائعة مثلا للملك باسترايزيشن. لو واحد قال لي ايش الطريقة اللي بستخدم فيها لبسترة الحليب، بنقول له الهيدسيت اللي هو عبارة عن فلاش باسترايزيشن. هسا في عندك البكتيريا المتحملة للحرارة هيت ريزيستنس، راح تضل تمام على قيد الحياة، لكن بقية البكتيريا شو بصير فيها؟ بتموت. الترا هاي تمبريتشر يو اتش تي بيرفع درجات الحرارة بشكل كثير هائل، تقريبا ل 140 سيلسيوس في 4 سكند. ليكويد از سبريد ويز هاي تي ستيم اندر بريشر ذن رابيدلي كولد. اول شيء بنعرض الحرارة جدا عالية، بعدين بنعمل له كولد طبعا بشكل قصير، يعني 140 سيلسيوس في 4 سكند، بعدين بروح احطه بوسط بارد، هيك بتعمل تشك للبكتيريا وبيتم القتل تبعها. اذا الباستورايزيشن بتعتمد على الموست هيت مش الدراي، يعني ستيم اندر بريشر. السلاح تبعها ديناتشوريز للبروتين، بتقلل عدد البكتيريا لكن ما بتعمل استرالايز. برجع اسمها لويس باستر تمام، كان بيعالج التبركولوسيس. في عندك انواع كلاسيك باسترايزيشن ميثود، فلاش باسترايزيشن هاتسات، والالترا هاي تمبريتشر يو اتش تي. الان المفروض خلصنا ثاني شق من الهيت اللي هو اول فاكتور، اول فيزيكال فاكتور. خلصنا المويست هيت، خلصنا الباستورايزيشن، الان ننتقل للدراي هيت استرايلايزيشن، التعقيم بواسطه الدراي هيت تمام، اللي هو الحراره الجافه، ما في ستيم اندر بريشر وهي الامور. لا استرايلايزنج ماتيريالز، انا بدي العينه تضل دراي ناشفه 100%، بعمل سيركيليتنج للهوت اير اللي حكينا عنها في الكتريك اوفنز ار افيلبل، اللي هي استخدم الاوفنز تمام، اعمل سيركيليتنج لهوت اير بشكل كثير كبير، انا بدي العينه ناشفه لانها because heat is less effective on material we used applied temperature. يعني هسه الحرارة كحرارة لحالها ما لها تأثير كبير تمام، زي ما تحكي ستيم بخار وتحت ضغط وهيك وانتشار، لا. فعشان هيك انا مضطر ارفع درجات حرارة جدا عالية، يعني اوصل 160-170 سلسيوس لمدة كثير طويلة، ساعتين. ليش؟ لانه انا ما استخدمت ستيم اندر بريشر، انا استخدمت بس لحرارة، مجرد انها حرارة رح تضل زي ما هي تمام. لان انا في عندي اكثر من اشي تابع للدراي هيت، مثل الفلامينج اوف لوب، في عندي لوبس معينه بستخدم فيها الحرق مباشره وتكوين الرماد. يعني انا ايش فعليا شو بسوي في الدراي هيت؟ انا قاعد بحرق حرق للعينه. لو سالتني عن السلاح ما بقول لك بروتين دي ناتشوريشن وكذا، الكومبوننتس كلها حرق. طيب في عندك انسايرينيشن تمام، انسايرينيشن اوف كاريكيسز اللي هو الجثث او هيك، برضه حرق نفس المبدا تمام. فوت اند ماوث ديزيزز، بيرد فلو، انثراكس، هاي برضو كمان حرق العينه، فلامينج وانسايريشن. طيب هوت اير ستيرلايزيشن، كمان اني استخدم هواء حار بطريقه معينه، اجيب الجهاز امرر هواء بس حار، هون حرق حرق، هون هواء حار. دراي هيت كيل مايكرو اورجانيزم باي اوكسيديشن، هسه الدراي هيت تقتل من خلال الاوكسيديشن اللي هو الهوت اير. الان هاي حرق مباشرة، حرق مباشرة ما في عندها سلاح معين، لكن الهوت اير بتقتل المايكرو اورجانيزمز باي اوكسيديشن. لو بدي اجي اعمل ايكويفالنت تريتمنتس، الهوت اير لازم ارفع لدرجة حرارة 170 سلسيوس في ساعتين، الاوتوكلاف 121 سلسيوس خلال 15 منت فقط. شايف كيف الفرق في الوقت والفرق في الحرارة؟ لان الهوت اير لحالها يعني مجرد انها بس هوت بدها وقت، اوكي مش بخار وهيك. فالدراي هيت سيرلايزيشن لازم ارفع الحراره، بتعتمد في عندك فلامينج لوب حرق، انسايرينيشن اوف كاركيسز اللي هو برضه حرق، الهوت اير اوكسيديشن. الان في عندي الميثود، كمان في ميثود، خلصنا عامل الهيت في الفيزيكال ميثود، ننتقل لعامل جديد اللي هو الفلتريشن. هاي الفلتريشن اللي هي هاي افيكاسي او افيشنسي بارتيكوليت اير، بنسميها اتش اي بي اي فلترز تمام. هاي الفلترز بكون عندها بورز معينة افكتيف لحد 3×10 مايكرومتر. هاي انا بجيب ممبرين في بورز معينة بتمرر لي كل الفلويدز المعينة، بتخلي لي البكتيريا لحالها. هاي انا بستخدمها حتى احزل البكتيريا او حتى استخدم للمواد الهيت سنسيتيف ماتيريالز. فانا بعمل فلتريشن للهيت سنسيتيف ماتيريالز مثل فاكسينز، مثل انتيبيوتكس تمام. فالبورز اللي بنستخدمها للبكتيريا من 2×10 ل 4×10 مايكرومتر، البورز للفيروسات بتكون 1% مايكرومتر. فالفلتريشن طريقة
بستخدم فيها للهاي سنسيتيف ماتيريالز مثل فاكسينز مثل انتيبايوتكس، او بدي اعزل فيها بكتيريا لحال بستخدم طريقه الفلتريشن هي هاي افشنسي بارتيكوليت اير اتش اي بي اي فلترز. الان ننتقل برضو على ميثودز ثانيه في الفيزيكال، لساتنا متابعين في الفيزيكال ميثودز، نتابع في عندنا اللو تمبريتشر، في عندنا فيريس اذر ميثودز. الان بالنسبه لللو تمبريتشر في عندك ريفريجيريشن اللي هو عباره عن الثلاجه، طريقة التبريد يعني بنعتمد على قتل البكتيريا physical method بطريقة التبريد من 0 ل 7 سلسلس بكون درجة الحرارة. هل بتقتل البكتيريا؟ لا. هل هاي الطريقة بتقتل البكتيريا؟ لا. ايش بتسوي؟ بس بتنقص من الميتابوليك ريت تبعتها وبتمنع من التوكسين production. حتى الفريزنج فورمز ايس كريستالز ذات دامج مايكروبال سيلز، تمام، ممكن انها تدمر المايكروبال سيلز الفريزنج فورم، لكن كتبريد وكيف كمان فريزنج التنتين بيقللوا للميتابوليك ريت، ما بقتلوا للبكتيريا بس. يعني انت لما تجيب طعام عليه ميكروبات معينه تدخله للثلاجه شو بتسوي فعليا؟ انت وقفت نموها هيك، يعني دخلتها في 100 مايكرو اورجانيزمز ما بتطلع معك في 1000، بتطلع 100 زي ما هي لكن ما بتنقتل. في عندك الديب فريزنج برضه بتتاثر على البكتيريوستاتيك افكت، ما بتاثر على البكتيريوسايت، ما بتقتل البكتيريا، بتاثر بس على نموها سالب 50 لسالب 95. في عندك طريقه بنسميها اللايوفايلايزيشن اللي هو عباره عن سحب الووتر من العينه طبعا ات لو تمبريتشر، وهيك انا استغليت انه اصلا البكتيريا ممكن تستغل الووتر ل ايش ممكن تستغل الووتر للميتابولايتس تبعتها، فانا لما اسحب الووتر منها انا اثرت عليها بشكل كبير. 3 methods used for food and drugs. طيب هيك احنا خلصنا هون في اللو تمبريتشر بعض الظروف، عندك اللايوفايلايزيشن ديب فريزنج وطريقه الثلاجه هون والفريزنج العاديه، هذول بيقللوا الميتابوليك ريت، هاي انا بسحب منها الووتر اللي بتعتمد عليه في الميتابوليك، انا قللت هيك من كمان الميتابوليك ريت. الان فيريوس اذر ميثودز، في عندك هاي بريشر اجيب ضغط عالي كثير، ايش تاثير راح يكون على البروتين؟ بروتين دي ناتشوريت بسويها، اوكي، سي اتش 2 او اللي هو سي دبل بوند او او اتش اند ان اكتيفيشن اوف ذا سيلز بريزيرفز فليفر، بتحفظ النكهه، بتعمل ان اكتيفيشن للسيلز. طبعا البكتيريا البارو فايلز بكتيريا متحمله للضغط ما بتتاثر في البريشر العالي. طيب في عندك اللي هو ديسيكيشن برضه الجفاف، انك تسحب الووتر من الموضوع وبريفنتس الميتابوليزم. في عندك طريقه الاوزموتيك بريشر كوزز بلايزموليسز، احط البكتيريا في وسط ماله هايبرتونيك، تمام، شو ماله يعني؟ في وسط في كثير تركيز عالي للمولكيولز، مثلا احطه في جام مليان شوجر، احطه في بيكلز مليان ملح مثلا، هيك انا حميت من نمو البكتيريا لانه انا في وسط هايبرتونيك سولوشن. الان عاده البكتيريا بتعيش في وسط معتدل من البريشر اوزموتيك بريشر، بينما المولز واليست ممكن تتحمل هاي الانفايرمنت. الان اذا بدنا نحكي عن اخر الطرق في الفيزيكال، نحكي عن ايونايزنج جراديشن ونون ايونايزنج جراديشن. هسه الاشعاع او تمام الاشياء اللي بتعمل لي ايونايز في داخل الخليه البكتيريه بتدمر لي اياها، وفي عندهم بعض الاشعاعات اللي ما بتعمل لي ايونايز لكن بتدمر الدي ان ايه. الان خلينا نشوف كل واحده منهم، نشوف شو الاشياء اللي بقدم لي اياها. الايونايزنج جراديشن الاشعاعات اللي بتسبب لي تاين في داخل الخليه البكتيريه اللي هو مثل الاكس ريز، جاما ريز، الكترون بيمز، هاي الاشعاعات لو سلطناها على البكتيريا اول شيء الخواص كالتالي: شورت ويف لينث طول موجي قصير، واحنا بنعرف انه كل ما كان طول الموجي اقصر كل ما كانت قدره الاختراق تبعت هذا الاشعاع للخليه اللي قدامه للدي ان اي اللي قدامه بشكل كثير اكبر، فهو بينيتريت ديبلي، فكل ما كان الويف لينث شورت كل ما كان الاختراق اقوى واكبر. ايونايز ووتر شو اللي بيسوي فعليا؟ مثلا هي جبنا خليه البكتيريه، جبنا الايونايز راديشن اكس ريز واي جاما ريز والكترون بيمز، سلطناها راح تمسك جزيئات ال H2O الووتر، راح تعملها ايش؟ تحولها لراديكالز، تمام، راح تحولها لايش؟ راديكالز اللي هي ال OH- راديكالز اللي هي عبارة عن
الجذور الحرة للـ OH ماينس تخيل من ووتر من جزيء أساسي وفعال للميتابولايت تبع البكتيريا تحوله لإشي ريديكلز إشي فعال وبحب الهجوم وبحب الأكسيديب ومليان شغلات خطيرة and other higher reactive molecules وكمان بعض الشغلات الـ higher molecules. هذا هو تأثير الراديشن. ليش سميناه ionizing؟ لأنه عمل على تأين جزيئات الماء إلى الـ OH ماينس ريديكلز. طبعاً عادة بستخدم الايزوتوب حتى افرز هاي الاشاعات، بستخدم الايزوتوب راديو ايزوتوب كوبلت الكوبالت 60 اللي هو كوبالت 60 كنظير، بستخدمه كنظير اشعاعي لهاي الاشاعات، بستخدمها بطلقها على البكتيريا. الان ايش في عندي بكتيريا بتستجيب لهذا النوع من القتل او هذا النوع من الاسترلايزيشن او هذا النوع من الراديشن اللي هو عندك اللي هي السالمونيلا بالاضافه الى السودوموناس. سودوموناس والسالمونيلا هذول التنتين بارتيكولاري سنسيتيف فعالات لهذا النوع من الراديشن. بيتم تسليط الراديشن على هاي النوع من البكتيريا بتكون فعاله معها كثير كبير. used of plastic syringes surgical gloves suturing materials and عندك الكاثيترز. انا ليش ممكن اضطر لاستخدام هاي الطريقه او شو المجالات اللي ممكن استخدم فيهم هاي الطريقه؟ يا اما للسرنجز البلاستيكيه، يا اما للقسطره، يا اما السيرجيكال جلوفز جلوفز الجراحيه، يا اما السترينج ماتيريالز اللي هي الخيوط الجراحيه او خيوط خلينا نحكي خيوط الجروح اللي مسكر فيها الجروح. هاي الطريقه انه بنسلط هاي الاشعاعات على الماده على البكتيريا او على الماده اللي راح ننظف منها البكتيريا اللي هي هاي المجالات. الان نون ايونايزنج راديشن اللي هو الالترا فايوليت لايت اللي هو راديشن لكن ما بيعمل ايونايز، تمام؟ ليش؟ لانه بالويف لينث لونج، واحنا بنعرف اذا كان لونج ويف لينث طول الموجه كثير طويل شو معناته هذا الكلام؟ البينيتريت تبعته اضعف، كل ما كان الاشعاع اقصر في الطول الموجي كان اكبر في الاختراق، كل ما كان اطول في الطول الموجي اضعف في الاختراق. فاليو في بيعمل تاثير منيح وبيأثر على الدي ان ايه، هسه راح نشوف كيف تاثيره على الدي ان ايه، لكن اختراقه ضعيف. موست افكتيف ويف لينث قال لك 260 نانومتر، اذا كانت طول موجتها هيك بكون منيح. موست افكتيف تبعتها بتعمل شيء اسمه الثيامين دايمرز انهبت كوركت ريبليكيشن. الان دي ان ايه عباره عن ايش؟ عباره عن دبل ستراند، اوكي؟ جاي سلسله هيك وسلسله هيك، لان هاي السلسلتين تتابع من الثيامين من الجوانين من السيتوسين من الادينين جوانين سيتوسين والثيامين، هذول تتابع من القواعد النيتروجينيه. الثيامين بتشبك مع مين؟ مع الادينين، بتعمل دبل بوند، والسيتوسين بيرتبط مع الجوانين في رابطه تربل بوند. الان الثيامين هون والادينين على الطرف الثاني، والسيتوسين هون والجوانين على الطرف الثاني. هسا انا اذا بدي اشبك الثيامين مع الادينين انا هيك 100% الدي ان ايه عندي. في الراديشن بتيجي عندك بدخل اليو في بيعمل تاثير، هسا راح نشوفها على الرسمه، بشبك الثيامين مع الثيامين اللي تحتي، بيعمل تو تنتين من الثيامين المتتابعات بروح بشبكهم مع بعض بيعمل شيء اسمه الثيامين دايمرز. طب غلط، سبب لي مشكله في الريبليكيشن في التضاعف، اوكي؟ فهيك الدي ان ايه بتخرب، بصير في عندك دمار في الدي ان ايه. انه انا اشبك تو ثيامين مع بعض هيك انا عملت ثيامين دايمرز انهبت كوركت ريبليكيشن، ما عملت ايونايز طريقه الايونايز ما اينت اشي، رحت شبكت تو ثيامين مع بعض فانا هيك خربت الريبليكيشن. الان انا متى بستخدمها هاي الطريقه؟ للاير للسيرفيس كونتامينيشن، بستخدمها للدايركتلي اكسبوز مايكرو اورجانيزمز لاشياء مكشوفه، تمام؟ امراض انا بضطر انه اعمل مباشرة على العينة، لازمني إشي يتم اختراق العينة لأن أمراض اليو في غير قادرة على خرق العينة. مثال على الطريقة كيف بيتم احتضانها عن طريق الجيرماسايد لامبس، يعني عبارة عن لمبات في داخل المختبر بتكون فيها أشعة اليو في، فأنا كيف بستخدم اليو في؟ عن طريق إشي اسمه جيرماسايد لامبس مثال عليها، بتوجد في المختبرات زي لامبس بنستخدم فيها أشعة فوق البنفسجية. الآن used for sterilization of heat sensitive materials. أنا ليش ممكن أنا أستخدم هيك أشياء؟ قلنا surface contamination, exposed microorganisms. طب ليش ما لجأت لل ionizing radiation؟ طيب ما هي نفس المبدأ. لا، لما بتكون عندك heat sensitive materials, drugs, vitamins, herbs, suture material، هاي المواد كلها أنا ما بستخدم فيها heat، تمام؟ ممكن انا ما اقدر استخدم فيها ايونايزنج راديشن، انا بستخدم الترا فايوليت فيها تعقيم. طبعا في المختبر او في الغرفه اللي بستخدم فيها الالترا فايوليت ما بكون موجود نهائيا لانه ممكن تسبب ميوتيشنز في الدي ان ايه.
الآن هاي الرسمة طلبت توضح هاي الستراند من دي ان ايه، ستراند من دي ان ايه تتابع ادينين جوانين سيتوسين ثايمين ثايمين سيتوسين جوانين ثايمين ادينين سيتوسين ادينين سيتوسين، هذا تتابع من الحموض، تتابع من القواعد النيتروجينية، وقباله نفس الشيء تتابع من القواعد النيتروجينية ورابطين بقواعد ثنائية وثلاثية. الآن بس نسلط أشعة الترا فايولت بتروح مباشرة بتشبك تنين من الثيامين متتابعات، بتعملهم دايمر دايمر رابطين، وبالتالي انت هيك عملت مشكلة في الريبليكيشن. طيب هيك على خير ان شاء الله خلصنا الفيزيكال ميثودز، خلصنا الفيزيكال ميثودز. الان الفيزيكال ميثودز كانت تتلخص كالاتي، طبعا هذا الجدول غير كافي، الجدول موجود في الكتاب، في عندك المويست هيت، في عندك الباستورايزيشن، في عندك الدراي هيت، هذول كلهم تحت فاكتور الهيت. المويست هيت قلنا احنا بنعتمد طريقة البويلينج اور فلوينج، فلوينج ايش؟ ستيم اللي هو البخار اندر بريشر، ممكن تستعمل الاوتو كلافينج تمام، يعني نستخدم الغليان، هاي الطريقة ما شفناها لكن طرق تحت المويست هيت والاوتو كلافينج اللي هي اخذناها، والتنتين بركز على البروتين دي ناتشوريشن كسلاح. عندك الباستورايزيشن، الباستورايزيشن اللي هي البسترة تعتمد على مبدأ البروتين دي ناتشوريشن، عندنا ثلاث انواع وفي عندنا الحرارة بتكون اقل، يعني ايش بده يصير؟ بده يصير انه بيخفف عدد الميكروبس بشكل ما غير ضار للانسان، الانسان بيقدر يتعامل معه، مثل عندك بسترة الحليب اللي بتتبع الفلاش باسترايزيشن. طيب وثالث طريقة اخذنا اللي هي دراي هيت، دراي هيت حكينا في عندنا ثلاث طرق، يا اما دايركتنج فلامينج حرق مباشرة تمام حرق، يا اما ان ساينريشن اللي هو حرق مباشرة، يا اما هوت اير اللي حكينا بيعتمد على الاكسيديشن هوت اير ستيرلايزيشن. هذول الثلاث اشياء بتبعوا فاكتور الهيت ضمن الفيزيكال ميثودز. الان حكينا في عندنا فلتريشن، حكينا في عندنا فايلايزيشن، حكينا في عندنا ايونايزد راديشن نون ايونايزد راديشن، حكينا في عندنا اوزموتيك بريشر، حكينا في عندنا الاوزموتيك بريشر او البريشر العادي الا البارف فيليك بكتيريا ما بتقدر قادر على العيش، حكينا بعض العوامل. كل كان القبل هيك كان عوامل فيزيائيه ملخصات في الجدول في الكتاب. الآن لو ننتقل على الكيميكال ميثودز الشق الثاني من المحاضرة، هاي الكيميكال ميثودز هي الطرائق اللي بإمكاني أنا أستخدمها بشكل كيميائي، يعني أشياء كيميائية أستخدمها في الحفاظ أو الكنترول للبكتيريا الجروث. الآن الكيميكال ميثودز هذول بسميهم disinfectants، بسميهم مطهرات، فلما بحكي لك كيميكال ميثودز للسيطرة على نمو البكتيريا نفسها يعني لما بحكي لك types of disinfectants المطهرات. الآن بلش في أول قسم، يعني لو نعمل الكيميكال ميثودز هيك نمد منها خطوط عوائل، يلا أول عائلة اللي هي عائلة الفينولز، عندنا الفينول العادي الكومون نيم أو التريد نيم نسميه كاربوليك أسيد تمام، هذا الفينول نستخدمه كمطهر. في عندك الفينولكس، كمان الفينولكس اللي هو عندك قلنا ايش سيرسولز، سيرسولز هي عبارة عن نوع من الفينولكس، هذا بنستخدمه كديسنفكتنت كمطهر. بنلاحظ هنا كمان في عندنا او فينيل فينول، او فينيل فينول ديسنفكتنت هذا الفينولكس. في عندك مثال عليه يعني سيرسولس، في عندك البايز فينولز، البايز فينولز مثال عليه، عندك الهيكساكلوروفين، هيكساكلوروفين هذا بستخدمه للهوسبيتالز للسيرجريز للنيرسريز، هاي انا بستخدمها لهي الامور، هذا النوع من الفينولز او هذا النوع من المطهرات. الان اشهر مثال ممكن احكي لك اياه اللي هو تراي كلوزن، تراي كلوزن هذا مشهور ممكن نستخدمه في التوث بيست معجون الاسنان، في الانتي بكتيريال سوبس وهي الامور. فينولز والديريفيتيفز تبعتها المشتقات، اي سلاح بتستخدم بتهاجم البلازما ممبرين تمام، ريمين اكتيف ان بريزنس اوف اورجانيك كومباوندز، كل ما هسه بوجودهم ما في نمو بكتيريا، انشال برجع نمو البكتيريا. هاي اول عائله من الكيميكال ميثودز اللي هو فينولز، فينولكس، بايز فينولز. بايز فينولز اللي هو مثل عندك الهيكساكلوروفين، اشهر مثال عندك تراي كلوزن، تراي كلوزن نستخدمه في التوث بيست وهي الامور. فينولكس اللي هو عباره عن سيرسولس. اوكي العائله الثانيه اللي هي الهالوجين، انا لو اجيب كلوراين واجيب ايودين، هاي عائلة ثانية انه لو نمد من الكيميكال هالوجينز. الكلوراين ايش العامل اللي بيستخدمه اللي هو الاوكسيدايزنج ايجنت،
عامل مؤكسد. اوكي widely used disinfectant منتشر بشكل كثير كبير broad spectrum منتشر بس not sporicidal ما مش غير قادر على قتل السبورس تمام. انا بستخدمه في البورس في البولز في البيرك السباحة بستخدمه في الدرينكينج ووتر لكن هذا ما بيأثر على السبورس اذا بكتيريا تنتج سبورس غير قادر او الاندوسبورس غير قادر على قتلها. فورمز بليتش ايش ممكن استخدمه؟ احوله لريديكال تمام H2O2 ممكن انه يتحول ل Cl minus radical اللي هم بسميه بليتش او هايبوكلوروس اسيد هذا نوع من الريديكال بيتم التحويل في ظروف معينه هذا الريديكال كثير قوي وبقتل البكتيريا هاي الكلوراين وعلى الاوكسيدايزنج ايجنت. الان الايودين هو مور رياكتيف ومور جيرمسايدل يعني لو بدنا نقارن بيناتهم لا الايودين اقوى. طيب شو العمل اللي بستخدم فيه؟ مش الاوكسيدايزنج ايجنت على البروتين وعلى الممبرين بروح. الان الايودين بيتوفر في صورتين التايم كلتشر اوف ايودين اللي هو يكون في عندك الايودين سولوشن مع الالكوهول هذا بنستخدمه ك ووند انتيسيبتيك لعلاج الجروح. تلاحظ انه في عندك علبه ملاحظها يعني كسعفات اوليه مكتوب عليها ايودين هاي بتكون ايودين مع الالكوهول بسميها تاينكتشر اوف ايودين. الان الايودين ممكن يتواجد مع الاورجانيك موليكيول بنسميها الايدو فورس الاودو فورس هاي بتكون الايودين مخلوطه مع الاورجانيك موليكيول تمام. هاي بتروح على وين؟ ايودين تي تارجت تي ديرجنت كومبلكس اوكيجينال سكيل سنسيتيفيتي بارشلي ان اكتيفيت باي اورجانيك ديبرس بورس سبورسايدال اكتيفيتي. هون ما في سبورسايدال هون بور سبورسايدال اكتيفيتي تمام. فينا نستخدمها كجنال سكين سيلز حساسية الجلد الموضعي ممكن استخدمها هذا النوع من الايودان اللي هي ايودو فورس. واذا توافر اي اورجانيك ديبريسز في الموضوع اي حطام عضوي بتعمل ان اكتيفيت للايودان مباشرة. اوكي العائلة الثالثة اللي ممكن امدها في الكيميكال ميثودز اللي هي الالكوهولز مشهورة كثير الكحولات بستخدمها للتعقيم. اشهر اشي يعني اللي هو الاثل من 70 ل 80 او من 60 ل 80% بكون منه سولوشن تمام نصنع اثل منه او ايزوبروبيل الكحول ايزوبروبيل الكحول او اثل. شو اول اشي شو السلاح دي ناتشريت للبروتين وبذوب في الليبد. طيب اول اشي ما له اي تاثير على السبورس على الفنجاي على الفيروسز ما له اي تاثيرات لا على الفيروسز ولا على الفنجاي ولا على السبورس. اول شيء ان اكتيفيتد باي اورجانيك ديبرس نفس مبدا الايودين اذا تعرض للاورجانيك ديبرسز على السيربسل ان اكتيفيتد اولسو يوزد ان هاند سينثيسرز اند كوزميتكس اللي هو المطهرات والمواد التجميليه بنستخدم فيها الكحول مستحضرات التجميل المطهرات بنستخدم فيها الكحولز. الان هاي الرسمه بتوضح لي تراكيز الكحول او الايثانول ايش مزيده من الكحول شو ممكن ياثر على البكتيريا. الان الماينس شو يعني ماينس ساين؟ ماينس ساين معناها ما في عندي بايوسايدال اكشن يعني ما في عندي تاثير الالكوهول هسه ماده كيميائيه بنسميها بايوسايدال كيميكال بايوسايدال تمام يعني ماده مبيد حيوي قادر على تحطيم البكتيريا. اذا عندي ماينس معناها ما في عندي بايوسايدال اكشن شو يعني؟ يعني البكتيريا قاعده تنمو. فملاحظ التراكيز الخفيفه من 40 ل 50% ما في عندي نمو ما في عندي بايوسايدال اكشن وبالتالي ما في عندي نمو للبكتيريا الا اذا مثلا 50 وزودت الوقت بشكل كثير كبير تمام. بينما كل ما زدت في التركيز بلاقي بلس تحول لبلس. شو يعني بلس؟ يعني في بايوسايدال اكشن في تاثير بيولوجي في تاثير مبيد بيولوجي لكن ما في بكتيريا الجروث يعني ما في بكتيريا الجروث في تاثير مبيد يعني ما في نمو بكتيريا ما في تاثير بايوسايدال معناها في نمو بكتيريا. الان بنلاحظ انه 100% من الالكوهول تخيل 95% بقتل لك البكتيريا بعمل لك بايوسايدال اكشن ما في نمو البكتيريا و100% لا. الان شو السر في الموضوع؟ السر انه انا لما اجيب 100% تركيز الكوهول الان الالكوهول بيعمل خلينا نحكي بيعمل كواجولنت في البروتينز وفي الكونتنتس تبعت السيلز. انا لما اصلت 100% البروتينات البلازما بلازما بروتينز تبعت البكتيريا كلها بصير لها كواجولنت فبتعمل كواجولنت رينج تمام بتعمل رينج حوالين البكتيريا السل زي حلقه بتمنع دخول الالكوهول الى جوا داخل خلية البكتيريا وتدميرها فبتضل زي هيك ان اكتف بتضل في الان اكتف يعني البكتيريا اللي بصير لها ان اكتف لكنها ما بتنقتل. بس نشيل تأثير الألكوهول 100% بترجع البكتيريا طبيعية أكتف. بينما لو تركيز أقل شو اللي بصير فعليا؟ اللي بصير إنه بتصير تتسرب من برا لجوا الألكوهول
تمام، وبتعمل اجلنت كواجلنت في داخل البكتيريا مباشرة، داخل الخلية البكتيرية، فالكونتنتس اللي داخلها كلها بتتدمر وبالتالي البكتيريا بتموت. بينما انت لو عملت لي صدمتني من برا وعملت لك رينج، ما يمكن الكحول تفوت لجوا ويدمر داخل الخلية. انت عملت لي زي رينج او شيلد هيك، بينما انت لو تسربت لجوا وعملت كواجلنت جوا هيك، انا دمرت الخلية البكتيرية من الداخل. تمام، عشان هيك 100% ما بتقتل البكتيريا، لازم التراكيز اخف، يعني لازم يكون مخففة. البلس معناها في تأثير، ما في تأثير بايو، في تأثير بايوسايدل وبالتالي ما في بكتيريا الجروث. الماينس معناها ما في تأثير بايوسايدل وبالتالي في بكتيريا الجروث. العائلة اللي بتمتد كمان من الكيميكال ميثودز اللي هي الهيفي ميتالز، هاي الهيفي ميتالز نسميها اوليجو دايناميك اكشن. اوليجو يعني فيو، يعني بتخلي الانزيم داخل البكتيريا وبتخلي البكتيريا بشكل عام تأثيرها كثير ضعيف. اوكي، ليش؟ لانه انا في عندي عامل او في عندي سلاح داخل البكتيريا، اذا لعبت عليه معناها كثير اثرت في قوة البكتيريا، اللي هو الاس اتش سيلف هايدرال جروب. سيلف هايدرال جروب لازم يكون فري ولازم يكون ريديوست، لازم يكون فري ولازم يكون ريديوست، مختزل بالاضافة انه فري، مختزل بالاضافة انه فري. اوكي، الان ممكن كمان انه يهاجموا سلاح تاني، انه يروح على البروتينز ار دي ناتشرز، ممكن انه يهاجموا هذا السلاح، لكن مبدئيا الهيفي ميتالز بتروح ترتبط مع الاس اتش فبتبطل تخليه فري، فهيك بتاثر على النشاط الانزيمي تبعه وممكن تؤدي الى موت البكتيريا. الان انواع الهيفي ميتالز اللي عندنا، الميركوري، كوبر، سيلفر، زنك. الميركوري اللي هو اتش جي سي ال 2، هذا مستخدمه للسكين ليسنس. تمام، عندك الثايميروسال، الثايميروسال معروف، نسيت لايش بالضبط، هسه اخر محاضرة ان شاء الله بنحكي عنها. لكن في عندنا الميركوري، في عندنا الكوبر. الكوبر بيهاجم الكلوروفيل. تمام، الاورجانيزمز اللي بتحتوي على الكلوروفيل فهي بنقدر نعتبر انه الكوبر انه حاصل هو الجي سايتس. الجي سايتس يعني بحارب الالجي، ليش؟ لانه بتحتوي على الكلوروفيل. في عندنا السيلفر اللي هو اي جي ان او 3، هذا انتيسيبتيك فور ايز اوف نيو بورنز. تمام، نستخدمها يعني بشكل عام الهيفي ميتالز بنستخدمها كاوينتمنتس كمراهم، فالسيلفر نستخدمه كانتيسيبتيك ايز اوينتمنت، مراهم للعين للنيو بورنز. اوكي، حتى تحمي من بعض الامراض او في بعض المتلازمات. عندك الزنك اللي هو زد ان سي ال 2، هذا ماوث ووشز. تمام، نستخدمه كمان انتي فانجل ان بينت، بنستخدمه كمضاد فطري والماوث ووش. هذول الهيفي ميتالز ممكن ترتبط مع الاس اتش وتخلي توكسيك افكت على هاي البكتيريا. الان اخر عامل من العوامل الكيميائيه اللي هو الهيدروجين بيروكسيد H2O2، هذا اوكسيدايزنج ايجنت. شو الاشي السمي اللي بيمسك فيه، او خلينا نحكي شو السلاح اللي بيمسك فيه، اوكسيدايزنج ايجنت. الان اول اشي هو الاشي اللي بيقدر يحاربه ويفتته اللي هو الكاتاليز. وين ما توافر الكاتاليز بروح بحطن H2O2 بحوله ل H2O and oxygen. Not good for open wounds. الآن بدي أحكي لك إيش بنتم استخدامه وإيش ما نستخدمه. الآن ك open wounds لا ما بنستخدمه، ك open wounds ما بنستخدمه. إيش بنستخدمه؟ للأشياء المغلقة، للأشياء غير الحية، packaging, food industry, containers، هاي الأمور بس. هو كثير تركيزه عالي، متوفر 3% solution. الآن إيش فعال؟ فعال في البكتيريا الأنايروبيك اللي هي البكتيريا اللاهوائية، حتى أوبليجيت أنايروبيك. تمام، أنا ممكن أستخدمه في الأوبليجيت أنايروبيك اللي هو مثل في الجانجرين، اللي هو الجانجرين ممكن أن أستخدم هيدروجين بيروكسيد. ليش؟ لأنه البكتيريا اللي فيه أنايروبيك بكتيريا. وممكن نستخدمه في تنظيف الجروح. تمام، بس من خلال إزالة بقايا وحطام التشوز، لكن ما بنستخدمه كأوبن وونز لا، بنستخدمه كريموفال للتشو اوف ديبريسس. اوكي، هذا هو الهيدروجين بيروكسيد. الان على خير ان شاء الله اخر سلايد، مايكروبال كاركترستكس اند مايكروبال كنترول. الان يعني اذا بدنا نستذكر الثايميروسال اللي حكينا عنه للميركوري، راجعتها طلعت بنستخدم في تراكيز قليله للانفايرمنت اللي هو الاجريكلتشر انفايرمنت اللي هي البيئات الزراعيه، بتعمل اميونو ديفيوجن. فهي استخدامات الميركوري لما احكي لك ثيرموسال بنستخدمه للاوساط الزراعيه. الان هاي اخر سلايده، كيف ممكن نرتبها يا مالك؟ بنرتبها كالتالي. بالنسبه لهذا الجدول، هذا الجدول ببين لك ما هو تاثير الكيميكال ايجنتس على الاندوسبورز وعلى المايكوبكتيريا. شو تاثير هاي المواد الكيميائيه على الاندوسبورز والمايكوبكتيريا؟ طيب
الآن إحنا بدنا نحفظ اللي no activity والباقي بده يكون poor بالنسبة للإندوسبورس. طيب مايكوبكتيريا بدنا نحفظ إحنا no activity والباقي بده يكون good. good لفير اوكي. الان مين اللي ما بيعمل اي تاثير على الاندوسبورز؟ جمعناها في ام بي هي ام بي كيو سي. ام بي كيو سي طيب ام ميركوري تمام، بي اللي هو البايز فينولز، كيو نو ميركوري اللي هو الكوالترناري امونيوم كومباوندز، هاي نوع اكتيفيتي على الاندوسبورس، والسي اللي هو عبارة عن كلورو هكسيدين. اذا ام بي كيو سي هدول بكونوا نو اكتيفيتي، نو اكتيفيتي على هذا الموضوع تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. لو نجمعهم هون ام بي كيو سي نو اكتيفيتي على الاندوسبورس، الباقي بيكون بور. طيب مايكوبكتيريا بس ام بي كيو ام بي كيو تمام، نو اكتيفيتي نو اكتيفيتي نو اكتيفيتي، ميركوري بايز فينولز كوارتيرناري امونيوم كومباوندز، هذول نو اكتيفيتي الباقي فير لجود. هيك احنا حفظنا. لو حكى لي one of the following is no activity, one of the following chemical agent is no activity على المايكوبكتيريا مثلا، جاب لي ميركوري كمان شغلتين، خلص انا ام بي كيو للمايكوبكتيريا والام بي كيو سي للاندوسبورس، هذول بيعملوا نو اكتيفيتي. طيب هاي الرسمه ايش بدنا نحفظ منها؟ التمييزات. كيف يعني التمييزات؟ الان التمييزات كالتالي، يعني انا بدي احفظ انه البرايونز يا سيد العزيز هو الموست ريزيستنس، one of the following is most resistant bacteria، نحكي البرايونز. طيب one of the following is least resistant، بدنا نحكي الفيروسز اللي ذات ليبيد انفلوب. اوكي هاي الاشياء التمييزيه. طيب انا ممكن احكي لك one of the following، بدنا نحفظ كمان مين الجرام بوزيتيف بكتيريا ولا الجرام نيجاتيف، مين اعلى في الريزيستنس؟ لازم اعرف انه البوزيتيف less resistant than negative bacteria. طب ليش؟ لانه البوزيتيف بيحتوي على طبقه من البيبتيدوغلايكان العاليه، فسهل على الانتيبايوتكس انه يعملها تدمير للبيبتيدوغلايكان، وبالتالي less resistant than الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي بتحتوي على اوتر ممبرين فيها اندوتوكسين، فيها لايبوبوليسكرايد، فيها هاي الامور الصعبه، اوتر ممبرين تعزلها عن البيبتيدوغلايكان. فانا لازم اعرف انه الجرام نيجاتيف هي مور ريزيستنت ذان جرام بوزيتيف. في عندي الفيروسز الويذ ليبيد انفلوبس هي ليست ريزيستنت، لازم اعرف انه البرايونز هو الموست ريزيستنت، لازم اعرف انه الاندوسبورز والمايكوبكتيريا اللي حكينا عنهم كثير ريزيستنت عالي عندهم، وهم اعلى تنتين بعد البرايونز. فانا حفظت هيك انه البرايونز اعلى اشي، والاندوسبورز اللي عملنا مقارنات هسه الاندوسبورز والمايكوبكتيريا التنتين هدول تركيزهم كثير عالي عن الموضوع. في عندي نوعين من البروتوزوا، لازم نعرف انه في عندنا السيست وفي عندنا الفيجيتيتيف، السيست اعلى من الفيجيتيتيف، وخلص الفنجاي جاي في النص في الوسط، الفنجاي including most fungal spores، والفيروسز without envelopes بتيجي عندك في هاي المنطقة. اذا الفيروسز مع الانفلوب ليبت ليست، بتيجي عندك جرام بوزيتيف، بعدين الفيروسز مع الانفلوبس، الفنجاي في النص تمام، بعدين الجرام نيجاتيف، بعدين في عندنا نوعين من البروتوزوا السيست والفيجيتيتيف. الان اعلى شيء على الاطلاق البرايونز، بعدين بتيجي عندك الاندوسبورز والمايكوبكتيريا، هذول اللي حكينا عنهم اعلى شيء. هيك انتهت المحاضره، ان شاء الله تعالى نكون سهلنا المحاضره، يعطينا العافيه جميعا.